حبايبي الاخوان تعالوا كده نشوف مع بعض لما يجيني مساله سمبلست فور سمبليفاي فايند ذا انسر فايند ذا ريزلت فايند ذا برودكت. الفورم ده احنا عندنا ثلاث اشكال. عندنا شكل ان ادي لك تيرم وبرانتيز، او ادي لك اثنين براكت، او ادي لك براكت باور 2، او كمان براكت صغير وبراكت كبير. ده المقرر عليا. هراجع معاك على قد ما اقدر الاربع اشكال دول. خد بالك لو سمحت، لما يبقى عندي براكت وادي بره تير، انا باخد اللي بره واعمل ديستريبيوت، يدخل هنا واعمل تايم، يدخل هنا واعمل تايم، بس كده. واللي هعمله هنا هعمله هنا. تاني، لقينا برانثيت قبل منه حاجه، اللي بره يدخل على اللي جوه، يدخل يعمل ايه؟ لما يشتغل تايم حبيبي، هقول للمره الثانيه اشوف الساين والنمبر الاثنين مع بعض دول بالكالكوليتر. بعد كده حبيبي بدخل على الترم، لو كانوا لايك اعمل اد للباور. هو ده الدرس؟ اقول له الكلام ده هنعمله في كل الحالات دي. ايوه. نعيد تاني، لو لقينا وقبل منها ترم، الترم ده ممكن يبقى نمبر ولتر، هندخل نعمل ايه؟ لما اجي اعمل تايمز اخد ايه مع ايه؟ الساين والنمبر مع بعض عشان اشتغل بالكالكوليتر. في مشكله؟ تعالى يلا نطبق. يبقى انا هاخد الفري ده النمبر. طب انت معاكي نمبر؟ كام؟ يبقى انا هعمل 3 تايم 1 اهي. بعد كده الاي مع الاي اللي زيها لايك تير، بس يا بابا لايك تير هعمل ادنج للباور. تبقى ايه باور 2؟ بنفس الطريقه هاخد الراجل ده مع البي، المستر قال الساين ده 3 ده كام؟ 1. نيجاتيف 1 يفرق؟ ايوه. هدخل بالكالكوليتر يبقى نيجاتيف، وادي 3. يلا بنشتغل في الترم، ده A وده B، A تايم B، يا مستر الاثنين ديفرنت، ده ينزل وده ينزل. طب هل بعد كده أعمل بلس ولا ماينس؟ أقول له لا، دول كده خلصوا، أروح أطبق في ده وأعمل نفس الستبس. يبقى الأول عملت إيه؟ عملت إكسباند، أنا بفك. خدت اللي بره بوزعه على كل اللي جوه، وهبتدي اقرر تاني، هاخد الراجل ده يدخل على الاي ويدخل كمان على البي، وبرده اقول بنفس الطريقه الساين والنمبر مع بعض، يبقى 4 تايم 2 8. الكالكوليتر هيديني 8، تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بس يا بابا حسبي الله ونعم الوكيل. ايه تايم 8؟ اعمل ادنج للباور، هرجع اخد بقى الراجل ده مع الراجل ده 4 تايم 1، الاول بوزيتيف وادي 4، A تايم B، كده انا عملت اكسباند. بعد ما بخلص اكسباند الاثنين ارجع لنفسي اسال اهو اشوف يا ترى معايا لايك ترم ولا لا. واحدة واحدة يا مستر، أنت بقيت باور 2، إيه باور 2؟ لا مش زيه. إيه باور 2؟ أنت زيه، يبقى الراجل ده مع الراجل ده، وقلت لك اللايك تيرم أعملها إيه؟ أعملها إيه؟ فلوس. شكرا. 3 بلس 8 إيكوال 11. طب الايه؟ ما لعبش يا مستر مع الفاريبل، ما لعبش مع الليفل، بس بنفس الطريقة ده اي بي اي بي لايك تيرم، اعمل فلوس. اهدي يا طنط، ادخل في الكالكوليتور نيجاتيف 3 بلس 4 ايكوال 1. بس حبيبي ايوه كده، يا ريت بطلوا تجيبوا كده، المسألة خلصت أهي 11 A باور 2، وأدي جنبها أهو بلس 1 AB
وتخلص المسألة. والمفروض حضرتك يوميا تحل مسألة ديفايد وتاخد الأربع أنواع بتوع المالتبلاي. تعال نشوف حاجة تانية. عندي الفكرة التانية إنه يدينا هو تو برانثيز إزاي أعمل إكسبان. يا مستر ده جاي في كومبليت مالكش دعوة، اعتبرهم مسألتين، خد دول لوحدهم وبعدين ابقى ارجع لده. كومبليت تشوز مالكش دعوة، أعمل إكسباند بدول الأول. طب هعمل إكسباند إزاي؟ بنفس الطريقة اللي فاتت. اسمع يا بابا النهاردة، اسمعني المرة الجاية أنا مش هتكلم خالص. يعني أنا يا مستر آخد الفيرست مع الفيرست والسكند، وارجع اخد السكند هنا وهنا. طب في طريقه تانية؟ في ناس بتقول الفيرست مع الفيرست والسكند مع السكند، والاثنين اللي في النص نقول عليهم ميدل، والاثنين اللي بره نقول عليهم اكستر. طب الطريقه دي جربت مع طلبه كتير بتنسى، فقلنا بنشتغل طريقه واحده نعمل بيها، ان انا هاخد الاكس تدخل على الاثنين دول، وبعدين اخد الثري تدخل على الاثنين دول. يعني كانها اكس مع براكت اكس بلس 2 وال3 هي كمان مع اكس بلس 2 زي اللي قبلها. يبقى انا هحل اكتر من درس بطريقه واحده. تعال نشوف اكس هتعمل ملتبلاي اكس، اكس تايم اكس زي بعض، يبقى اكس باور 2. حلو خالص. هاخد الاكس تايم 2 حبيبي، اكس تايم 2 ده اكس مفيش اكس، ده نمبر مفيش نمبر، يبقى ينزلوا هما الاثنين. ولو انت اتعودت تقول مش هتغلط. هنا اكس مفيش اكس تنزل، هنا نمبر مفيش نمبر ينزل، بقت دي الانسر. بنفس الطريقه هاخد ال3 مع الاكس، تعالوا كده نقول ال3 مفيش نمبر، الاكس مفيش اكس، تلاقي نفسك بتحل. هكمل ال3 تروح تعمل تايم 2 تدي 6. بص بقى المفاجاه هنا، هبص لده وده واعمل كومبير، اقارن مين اللي موجود اشطبه. 6 موجوده يبقى مش هاخد. موجود ايه دي حبيبتي؟ ايه دي؟ اسمعني، دي 5x. ها عندك هنا 5x؟ اقول له ايوه بس يا حبيبتي، بس يا بابا ادي يا مستر 3x و2x ب 5x موجوده. يبقى مين الميسنج؟ x باور 2 وتخلص المساله. بس حبيبتي ما بحبش صدى الصوت. ادي حبيبي طريقه الحل. ممكن في الميسنج يبقى عندي الميدل، ده اسمه الميدل اللي في النص يبقى مش موجود، وممكن كان يبقى اللاست ترم الثيرد مش موجود. انا مش هحفظ، انا هعمل اكس باند وفوق وبعدين اعمل الكومبير، اللي موجود مش هكتبه، اللي مش موجود هو اللي هناخده. خلصت المساله بطريقه الحل. طيب تعالوا حبايبي نشوف برضو لو اداني برانثيز الباور 2. في ناس تروح جايه تاخد ده، مش انت باور 2؟ اعملك اثنين برانثيز فرجعتك للدرس اللي قبل. في ناس ثانيه تقول اي برانثيز عندي تو ترمز، تو ترمز باخد الفيرست اعمل له سكوير واقول بلس، واخد السكند اعمل له سكوير واقول بلس، واخد الفيرست تايم سكند تايم 2، الفيرست تايم سكند تايم 2، اهو 2 تايم الفيرست تايم السكند، وده بيسموه الميدل. ممكن يجيني في التشوز او الكومبليت يقول لي هات الميدل، فانت لازم تعرف ده. ايوه. طب يا مستر انا حاولت ما انزليش من زور، حاول تفك كده اهو، اروح فكه مرتين زي بعض. الله، طب ما هو ده بتاع اللي فات، يبقى انا هاخد الاي تروح رايحه للاي تايم وارجع بيها كمان مع الثري، يبقى ايه ايه ده حبيبي؟ وارجع اخد الثري. سبحان الله، يحبوا يجاوبوا معايا، اديهم يجاوبوا الاقي ما شاء الله بط بلدي مش عارف اي حاجه في اي حاجه. بس خلاص عادي.
يلا للذكرى عشان تفتكروا لما تكبروا تبقى تقولش لابنك ان انا كنت صابع البرومبا. انا اللي بتكلم على مصطفى، انس، محمود، ايريني، رودينا، جنة. لا فريدة طيبة نسمع. طب يلا بقى كل ده بيتسجل وانا ما عنديش اتصال. انا ما عنديش مانع بدل ما اطلعك واصورك بالمره 6 صورة. نكمل. يبقى هاخد الاي تايم اي باور 2. اشمعنى دول لايك تيرم اعمل ادنج للباور؟ ارجع اخدها مع الثري المره الثانيه تقول ادي اهو النمبر ما فيش نمبر ينزل، ايه ما فيش ايه تنزل، تلاقي الموضوع سهل. هناخد بقى الثري، ثري تايم ايه بالراحه يا مستر عليا، ثري ما فيش نمبر تنزل، ايه ما فيش ايه تنزل، تلاقي الدنيا ماشيه معاك جميله. ناخد ثري تايم ثري 9. كالكوليتور يديك 9 ما معهاش اي حاجة تكتب بلس. خلصت؟ اقول له لأ. لأ ليه؟ عشان دول الله عليك يبقوا 6 ايه؟ اعملها فلوس. ما انا بقول لكم انتوا بتعرفوا تجاوبوا معايا انا بس. خلصت؟ اه خلصت. حبايبي تعالوا ناخد اخر فكرة في المالتبلاي. عندي برانثيز هنا 2 ترمز هنا 3 ترمز. مسألة جميلة وهنحل بنفس الطريقة. ناخد الفيرست تيرم ونعمل ديستريبيوت يروح للفيرست والسكند والثيرد يروح يعمل ايه؟ بنفس الطريقة نروح للسكند تيرم ونعمل ديستريبيوت فيعمل ونكتب كده وبالراحة وفي الآخر بنجمع اللايك تيرم. تعالى نعيد تاني. اكس تايم اكس باور 2 هياخد اكس ها؟ باور 2. انا بسمعك والله. ماشي معلش يا اخوانا قايليني لسه مش صاحيه. خلاص حبايب. طب نسمع بقى. طب نسمع عشان كل ده بيتسجل يا حمار. بص معايا. يبقى ادي حبيبي هنبدا كده مع بعض هنلاقي اكس طيب اكس باور 2 بعمل ادنج للباور. نمشي واحده واحده. الاكس رايحه هنا. ده بوزيتيف وبوزيتيف تنزل بوزيتيف. هنا النمبر 1 وهنا 2 والاكس تايم اكس يبقى دي تاني حاجه هنزلها واحده واحده حبيبي. هرجع اخد برضو الاكس مع الفور. هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف تنزل بلس. حلو خالص. ده معهوش نمبر مع 1 تايم از 4 تبقى 4. طب والاكس تنزل. شوف ادي حبيبي طريقه الحل بنفس الطريقه. هاخد نيجاتيف 2 مع الاكس باور 2. هنا نيجاتيف وبوزيتيف نيجاتيف 2 مفيش نمبر يبقى 2 واكس باور 2 راحت فين؟ لا هي جايه بنفس الطريقه. نيجاتيف وهنا بوزيتيف ادخلها في الكالكوليتور. نيجاتيف 2 مبتبلاي 2 نيجاتيف 4. شكرا. هنا اكس هنا مفيش يبقى تنزل اكس 1 تنزل نيجاتيف 4x. بنفس الطريقة هدخلها في الكالكوليتر. نيجاتيف 2 مالتبلاي 4 نيجاتيف 8 نيجاتيف 8. رحت فين يا حاجة؟ أهي أنا كده عملت الإكس باند. آخر حاجة اللايك تيرم. بص بقى دي باور 3. لحظة يا طنط تبدأي من الأول هنا مش تنطي في النص. إكس باور 3 في زيك يا حاجة؟ لا يبقى هتنزل. لكن ده باور 2 وادي زيه بس اسمع بس اسمع. نعملهم ايه؟ حلو. نعملهم فلوس. فهدخل على الكالكوليتر 2 ماينس 2 0 يبقى ده يكنسل ده بنفس الطريقه. احنا ده اللي هيعمل له دروب. دي 4x وادي 4x هدخلها في الكالكوليتر 4 ماينس 4 زيرو. شكرا. يكنسلوا بعض. طب ما تقدرش غير نيجاتيف 8 تنزل نيجاتيف 8 اهو الاثنين دول كنسلوا بعض والاثنين دول كنسلوا بعض واتبقى لي اكس بار 3 واتبقى لي نيجاتيف 8. مساله مهمه ومساله سهله عود نفسك بس عليها.